أول لاين ضرب الورق ما وجع، بمعنى كتبت تراكات وعبرت بالورق والقلم بس ما وجعك، ما ضايقتك الورق اللي ما وجعك، فضرب الورق ما وجع. أنا مين يطفي ناري؟ يعني إذا كل اللي كتبته وكل اللي عملته ما رد التار تبعي، طب أنا مين يطفي ناري؟ طوبي اللي هو حالي اللي هو أنا بعهرة تكسر، إذا الطوب تبعي تكسر أنا مين يبني داري؟ هي أنا عم بتساءل أنا ونفسي، مش عم بتساءل يعني عم بتغلط، هو تساؤلات. ولك فيني وين؟ ويا ما غنيت بأذى، قولي وين؟ وين الجبر بالبشر؟ وشو بتسمعي من بعدي؟ بعدك ما في عبء حروفك، يعني بعد ما أنت رحتي ما في العبء تبع حروفك علي، مالي حامل حروفك، لأنه بقول برضاك مسنن حكي ذو فقار ابن قلبي ذو فكان، كلامة تقيل. فهون عم قول بعدك ما في عبء حروفك، شو العطية اللي عندك بعده بينزل من كفوفي؟ بالبين العشاء دائما في شمة الكف اعتيادية، بكمش ايدها وبشملها، او بتكمش ايدي وبتشملي اياها، كونك مجدرة بالبيون. بس بغض النظر، فشو العطر يلي عندك بعده بينزل من كفوفي؟ لساتك بتحبي ايد كفي، بتحبي ريحة كفي. هاي بالنسبة للفيرس الاول. الفيرس الثاني، مشينا على الجمر ويدينا تحكي على الراح، وهموم الأرض اللي فينا كلها بالراس، استعجاب وتساؤل شو بدنا نشيل يا ياما منحكي بالآخ. يا بعد البيهن بتشيلك، يعني يا بعدهم كلهم ببكيلك، اللي شو كبر ليلك، ايمت تجينا ترد، ايمتى بترجعلي وتجي وترد، لو مريت بصليلك، عن جرح روحي يا روحي ما حكيت لك، انعمت عيني يا عيني شو بكيت لك، يعني ملا انت عيني، وانعمت عيني يا عيني شو بكيت لك، مطرت عيني كتر الدق يا غيم، الغيم لما بدق بمطر، فانا مطرت عيني كتر الدق اللي هي وورد بلاي تلاقب بالكلام، فمطرت عيني كتر الدق يا غيم، تنعم عيوني وتروحي بعدم يا عين، بعد ما شفت الشي اللي شفته منه، لو مالي ابن الغالي لحرقه بليل يلي شفت الشي معه. نرجع من عيد، مطرت عيني كتر الدق يا غيم، تنعم عيوني وتروحي بعدم يا عين، لو مالي ابن الغالي لحرقه بليل، بس يحكوا بأصولي وعمامي وما يطولنا عيب. وقربان، هاي قربان ولا شايل زنب؟ نعناع نعناع. لا منابين إن شاء الله هيك يكون كل شيء واضح. أنا كتير بعبر بطريقة غريبة، يعني بدل ما أقول إنه أنا ما ضايقتك بالغنية، ضرب الورق ما وجع، أنا من يطفي ناري، أنا ما قلت لأنتي واطي أنت، لا طوبي بعهرة تكسر أنا من يبني داري، يعني أنا كيف أتعمر من بعدها، من بعد أنت الشيء اللي عملتي أنا كيف بتعمر داري، كيف برجع على حيلي، كيف بيرجع كل شيء كنت عايشه، دمرتيني حمادة دمرتيني. والله ما بعرف إذا ندمت، بس أمورها سالكة مثل أموري، يعني كلياتنا أمورنا سالكة بالحياة، بس بالعموم أنا كلخت جملة، يعني إن كانت أمورها سالكة ولا أموري سالكة، ففي عندي سؤال إنه هي هيك، يعني مثل نحن بالشاي منقول هيك، يعني هيك صار الحكي، هي هاي معناها إنه هي هيك؟ بعد الزلم ما تكون زلم، فأنا ختمتها، هي هيك بحكي بألم بس حمل جبال، هي هيج تبدلي الحر بطير الأندال، عاش حلمي اللي اشتراه بالمال، يعني هو عاش الحلم تبعي أنا اللي كنت بتمنى أكون مطرح، بس هو عاش حلمي اللي اشتراه بالمال، هو قربان. سو أنا كل اللي بيهمني من هذا الدرس العربي كلياته أني أنا شو؟ نعناع نعناع. لا أموري سالكة، تركتني عبود صرت الشامي، ودي بنقول ودي بنقولي.